بس من مسيرة حضرتك يعني في محطات كده فيها مغامرات زي مغامرة ضرب عسكر، أهلنا بكوات، وكمان في تجربة تانية مع شركة والت ديزني العالمية لما اختاروك كمخرج صوت في بعض الأعمال بتاعتها، دي مش كانت برضو مغامرة يعني؟ طبعا طبعا كانت طب مغامرة. ما هو واضح انك ده انت شجاع. لا لا مش شجاع ولا حاجة، يعني هذه المغامرة خضتها بضغط من الاستاذ سمير حبيب الموسيقار اللي كان هو المنتج لشركه والت ديزني، والاستاذ عبد الرحمن شوقي اللي كان كاتب النصوص بتاعه الافلام. في الاول لما الاستاذ سمير حبيب كلمني عشان نعمل دوبلاج انا قلت له لا، بقى ما ايه الدوبلاج دي، كانت سمعه الدوبلاج وحشه قبل ديزني، كانت سمعه الدوبلاج وحشه قوي. فقال لي طب بس اتفرج على الفيلم اللي احنا هنعمله. فروحت اتفرجت، كان لايون كينج، انا بهرت يعني، وعيطت وضحكت وحاجات كتير قوي، وما تخيلتش ان ده ممكن يتعمل للطفل. القصه متاخده عن هاملت شكسبير، فيعني انه يجرؤه انهم يفكروا ويغيروا ويعملوا بالشكل المتقن قوي ده وبالشكل الانساني قوي ده، كان مساله غريبه. لما اتفرجت على الفيلم قررت، وسمير حبيب قال لي الحقيقه، قال لي الفيلم ده هيبقى تجربه، يا اما ديزني هتدبلش في مصر يا اما هتنقله دوله تانية. فبقى تحدي. ففي الحاله دي قبلت لانه يعني تحدي شديد يعني. واشتغلنا في الفيلم والحمد لله يعني بشهاده والت ديزني انها نسخه من افضل 22 نسخه، 22 لغه اتدبلش بيها الفيلم. جميل. والاستاذ عبد الرحمن ابو زهره ربنا يديله الصحه يعني شهاده تقدير ورفعوا اجر وحاجات كده جميله يعني. فكانت تجربه بالنسبه لي تحدي شديد والحمد لله. جميل جدا.